وخيت نساو لكم الدروس الإخوان، راه مزيان أنكم تعاودوهم باش تثبتوهم، راه عندكم الوقت، عندكم الوقت، عندكم الوقت. دونك وخيت نساو لكم الدروس راكم عندكم الوقت فين تزيدوا تثبتوهم. بالعكس هذه اشاره زوينه، ملي كتجي تقلب تتلقى راسك ناسي الدرس، هاد القضيه راه مزيانه ليك، راه شي حاجه اللي تتفيقك انك ما غادي ان يعني راه خصك ترجع تصلح شي حاجه اخرى. راه بالعكس رجعوا الاخوان للدروس اللي ما تحفظوش لكم، رجعوا لهم مره اخرى، راه غادي تلقاوهم مألوفين وغادي يتحفظوا بالزربه. صافي عندكم الوقت، ما عرفتش علاش عندكم واحد البروبليم في الدماغ. كل شيء عنده، راه انا كان عندي ديال انك مثلا لكتي نسيتي شي حاجه تتحس بانك يعني ما حاملش راسك. رجع صاحبي رجع، وبقاو تطلعوا على التصحيح. هذاك راه الايغو، واحد الايغو تيكون في القرايه ديال انا راه واعر، حاجه ما فهمتيهاش رجع ليها، حاجه تنسات لك رجع ليها. واش صاحبك دابا الاستاذ مثلا كيبقى عاقل على كل شيء؟ دابا الاستاذ يبقى عاقل لك على كل شيء؟ راه امبوسيبل يبقى عاقل لك على كل شيء. طبيعه الحال تكون شاد واحد الشيء ما في عقله، ولكن لي ديطاي لي ديطاي مثلا درس، فاش غادي يوجد واحد الدرس كبير راه كيستعمل لي نوت، كيستعمل شي شويه الكتابه، راه نفس الدماغ، راه ماشي مختلفين في الدماغ. فاللي تنسات ليه شي حاجه يرجع ليها بلا ما يحس بداك الايغو ديالو انه تزازع. عرض الجهوي مفتوح دابا، الا عندك الجهوي هاد العام او لا عندك باك حر علمي وبغيتي توجد الجهوي، هاد العرض غادي ينفعك بزاف. فيه المواد بربعة: الاجتماعيات، التربيه الاسلاميه، العربيه والفرنسيه. المواد ديال الجهوي كامله في هاد العرض، غادي نشرحوا الدروس كاملين في فيديوهات على طول السنه. هتستافد من شرح الدروس وشرح الروايات والمنهجيات كذلك. سواء عندك سيزيام يعني ولا باك علمي او لا عندك باك حر علمي، غادي تستافد من هاد العرض. اللي يحب يتسجل في العرض ديالنا يتواصل مع هذا الرقم على الواتساب وغيجاوبك على طريقه تسجيل وكلش. غنكون معاك على طول العام حتى النهار ديال الجهوي.